عمرو. مرحبا بحضراتكم من جديد، فقرة جديدة من فقرتنا في هذا الصباح. الحقيقة بنتكلم على تكريم العلماء المصريين في كل مكان، والعلم المصري الحقيقة، والشباب المصري والمصريين فاعلين في كل مكان. لكن الحقيقة بنتكلم على فكرة التكنولوجيا وتوظيفها في شتى مناحي الحياة، وإزاي ممكن جهدك يكلل بالنجاح ويكلل بالتكريم. الحقيقة احتفال المركز القومي للبحوث واحتفل بالأمس بتوزيع جوائز الإبداع العلمي لسنة 2023، شملت مختلف الأبحاث في العديد من التخصصات بتضيف ثراء لقطاع البحث العلمي. وتهدف الجوائز السنوية اللي بنظمها المركز القومي للبحوث لتشجيع الباحثين في مختلف المجالات الحية اللي بتفيد الإنسانية، بتفيد الطب، بتفيد طبعا العلوم وغيرها من الأبحاث العلمية. لكن النهاردة ما أحد هؤلاء المكرمين وأحد علمائنا المصريين، يمكن كمان شاب من الشباب المصري الواعد، الحقيقة بيحصل على جائزة في حاجات متميزة جدا، أو مركز علمه في الفيزياء بشكل عام، البحوث الفيزيقية. وطبعا هو عمل حاجات مهمة جدا هنعرفها مع حضراتكم النهاردة ونال عليها هذه الجائزة المهمة. مشرفنا في استوديو النيل دكتور أحمد لبيب، الواحد بمعهد البحوث الفيزيقية، الفائز بجوائز المركز القومي للبحوث في مجال الفيزياء التطبيقية. مشرفنا يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك أستاذ عمرو. أهلا وسهلا دكتور، وألف مبروك على حضرتك. الحقيقة اللي اتكلمنا فيه قبل الفاصل ونحاول كده نبسطه للناس، هو علم غزير وفعلا هتفيد الإنسانية به، فكل التقدير والاحترام ومبروك لحضرتك مرة تانية. الله يبارك فيك. اسمح لنا نخرج لتقرير ونشوف كده مجموعة حاجات ونرجع مرة تانية نستمر في الحوار. نتابع مشاهدينا الكرام. نحو 50 عالما يحصدون جوائز المركز القومي للبحوث لعام 2023 في مجالات مختلفة، أبرزها الإبداع التكنولوجي والتفوق العلمي والتشجيع العلمي وأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه. احنا كان البحث او الابحاث اللي احنا نتقدمها كانت في موضوع اسمه البلورات السائله، وديت من المجالات الجديده والمعلومه البزغه اللي بدا المركز القومي للبحوث يهتم بيها في الاونه الاخيره. وبعد ما تم الحمد لله الحصول على الماجستير والدكتوراه من جامعه مانشستر بانجلترا، جيت المركز وبدانا نعمل المعمل هنا، والحمد لله تم العمل في المعمل وتم افتتاحه سنه 2016 وتم العمل فيه، وبدا منه يطلع منه مدرسه جديده في البلورات السائله في مصر الحمد لله. احنا اتجهنا ان احنا نعمل تكنيك جديد او سنسور جديد بيقيس الفيتامين دي. ميزه السنسور بتاعنا او الباي سنسور بتاعنا ان هو تكلفته تعتبر رخيصه جدا مقارنه بالمعامل، ان هو لا يتعدى ال 50 جنيه ولا حاجه للتحليل. تاني حاجه ان هو سريع جدا، يعني في حدود مينتس ممكن ان احنا نحصل على النتيجه. انا شغال على المواد البروفسكايت والمواد اللوكسايد اللي بتشتغل في ترندات او في مجالات مختلفه في حاجه اسمها المواد الذكيه، او استخدام ازاي نستخدم المواد الجديده في التطبيقات المختلفه. الجائزه عباره عن استخدام مواد مضاده للاكسده في وسائط الاخصاب المعملي للبويضات في المعمل، واستخدمنا ماده ثانيه البي ار بي البليتلت ريتش بلازما عشان نزود كفاءه انتاجيه البويضات وزياده نشاط المبيض في الحيوانات وزياده انتاجيته. وحصد معظم الجوائز باحثون من معهد البحوث الدوائيه بعدد 9 جوائز، ومعهد البحوث البيطريه بعدد 6 جوائز، خاصة وأنها أبحاث قابلة للتطبيق على أرض الواقع. جوائز المركز بتضم جميع مجالات المعاهد البحثية. احنا عندنا مركز كبحوث بيتكون من 14 معهد بحثي، فالمجالات تقريبا في حدود 14 مجال وغير جوائز الأفراد. فبتتنوع الجوائز من جوائز تقديرية، تقدير المركز قومي للبحوث، جوائز تفوق، جوائز تشجيع علمي، جوائز رواد، وجوائز جوائز رئيس المركز أحسن رسالة رئيس المركز، وبتتضمن أيضا الجوائز أحسن رسالة ماجستير وأحسن رسالة دكتوراه. وينظم هذا الحفل للعام الثالث على التوالي كتكريم وتقدير لهؤلاء العلماء ودورهم الهام في البحث العلمي. تشجيع البحث العلمي هو هدف الدولة خلال المرحلة القادمة، وذلك من أجل استخدام هذه البحوث في خدمة الاقتصاد المصري. من المركز القومي للبحوث بالدقي، أشرف مبارك، النيل للأخبار. زي ما شفنا مع حضراتكم كمان دكتور احمد كان في التقرير، والحقيقه طبعا دول مجموعه من العلماء المصريين الواعدين في شتى المجالات. لكن طبعا دكتور احمد يمكن تخصصه شويه مهم، او نتخيل ان الموضوع منطبق على التكنولوجيا، لكن نكتشف النهارده قد ايه البلورات السائله بتدخل في حاجات كتيره جدا جدا. ده اللي هنعرفه النهارده من دكتور احمد، وبرحب بيه مره اخرى. دكتور احمد لبيب، الباحث بمعهد البحوث الفيزيقيه، الفائز بجائزه المركز القومي للبحوث في مجال الفيزياء التطبيقيه.
دكتور احمد، عايزين نبتدي كده مباشره الجوائز بشكل عام قبل ما نخش بقى في موضوع تخصص حضرتك. الجائزه او الجوائز اللي تحصل عليها المركز القومي للبحوث ده اكيد يعني نقطة مهمة جدا في تاريخ أي باحث أو أي عالم أو أي باحث في الدراسات أو بيحاول يضيف للإنسانية حاجة. التكريم ده شيء مهم جدا، يعني ده نقطة مهمة جدا ممكن تدفعك للأمام أن أنت تجتهد أكتر وتبقى مهتم أكتر أن أنت تلاقي تقدير واهتمام من المختصين والفاهمين في نفس مجال حضرتك. بشكل عام كده دكتور، الدور اللي بيقوم به المركز وكمان الجائزة ده على وجه التحديد بتمثل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا هنا في المركز زي ما كانت في كلمة الأستاذ الدكتور خالد شمس رئيس لجنة الجوائز والترقيات بالمركز القومي للبحوث، ان السنة دي كانت فيه 47 جائزة تم فاز بيها 50 عالم من علماء المركز القومي للبحوث على 47 جائزة في 3 مناصفة في 3 جوائز. المعهد البحوث الفيزيقية حصل على جائزتين من 47 دول، كنت انا والدكتور فوزي زميلي. يعني هي ميزه الجوائز في المركز انها بتشجع البحاث عندنا والعلماء اللي عندنا ان هم يجتهدوا اكتر ويستثمروا اكتر في الشغل بتاعهم، عشان عارفين بعد كده ان هيبقى في تكريم ومردود، والتكريم بشكل معنوي جدا اكتر بكتير من شكل مادي. يعني حتى زي كلمه الدكتور حسين درويش رئيس المركز قال ان الشهاده او التكريم المعنوي بيعيش اكتر من التكريم المادي، لان الماده بتروح بس المعنويه بس الشهاده موجوده عندك على طول. يعني فده كان سياسه المركز عندنا من زمان، ان هو كل سنه بيكون حريصين جدا على عمل الجوائز التشجيعيه والتقديريه وجوائز التفوق وجوائز افراد. بالمناسبه انا الجائزه بتاعتي من جوائز الافراد مقدمها من الدكتور الاستاذ الدكتور كمال نصر عبد النور، وهو بالاخص يعني استاذي وهو كمان معايا في القسم يعني، وده الحمد لله مش محاباه ولا حاجه، انا قدمت على الجائزه دي 3 مرات تمام. المرتين الاولانيه ما خدتهاش بالرغم ان هو استاذي معايا في القسم يعني، ولكن المره الثالثه ربنا كرمني فيها برضه عشان الدكتور حسين برضه وضحها اكتر برضه في الجوائز، ان هي مش بتبقى اجتهاد اكتر و10% حظ. يعني زي ما انت شايف كان على سبيل المثال ممكن واحد الابحاث بتاعته بتمتحن وبتقيم من قيم من محكمين من جوه المركز ومن بره المركز في نفس الوقت، وبعد كده بيجمعوا الدرجات، فتلاقي الدرجه مثلا 83 والباحث الثاني اللي مقدم على نفس الجائزه 82، فدي تعتبر حظ مش شطاره ولا حاجه يعني. طبعا. فبالتالي بيضطر يدوا اللي هو ايه الاعلى قيمه يعني او اعلى تقييم يعني. بس هو على مستوى المركز كله احنا عندنا ما شاء الله يعني المركز القومي للبحوث ذخير جدا بالعلماء بتوعه. طبعا. وعقليات يعني عايز اقول لحضرتك يعني في عالم اخر يعني في مستوى اخر تكاد تكون اعلى من افضل التصنيفات العالميه، ده حاجه معروفه يعني، واعلى من بره كمان يعني. بحاسس اللي في امريكا، انا سافرت كتير، انا سافرت امريكا اليابان فرنسا، الدكتوراه بتاعتي من انجلترا. البيئة العمل هي اللي بتساعد على الابتكار والابداع والتشجيع. طبعا بيئه العمل عندك او البيئه المحيطه بتاعتك بتساعد وبتساعدك وبتشجعك اكتر. الجواز بتطلع في انجلترا وفي امريكا وفي الكلام ده حاجه مشجعه دكتور، اصلا احنا نسمع الكلام ده حاجه مشجعه جدا لينا. احنا نسمع ان في بيئه عمل يعني خصبه في مصر، ان احنا نشوف فيها علماء بارزين يقولوا ان هم يعني بيئه العمل افضل كمان من بره، دي حاجه كويسه جدا. وكل يوم في المركز القومي للبحوث عندنا بتطلع حاجه جديده وبتطلع اكتشاف جديد واختراع جديد. يعني الحمد لله ربنا كرمني، انا مقدم على 12 بطي اختراع خدت منهم 2 ولسه الباقي تحت التحكيم، يعني في 5 تحت التحكيم لسه. بس هي الفكره انك تكون مثابر، ده اول حاجه من ميزه البحاث اللي عندنا او العلماء اللي عندنا في المركز القومي للبحوث مثابرين جدا وبينحطوا في الصخر زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت ان هم في مردود تشجيع وتكريم، وفي تكريم كل 3 شهور في المركز القومي للبحوث في حاجه بنسميها اللي هو مخرجات البحث العلمي، ودي بتنزل عليها مكافآت على حسب النشر بتاعك وعلى حسب الابحاث اللي بتنشرها وعلى حسب المخرجات والمشاريع اللي بتقدم فيها والمشاريع اللي بتحصل عليها. فمش شرط مش شرط الجوائز السنويه بس اللي هي كل سنه اللي بنقدم عليها في شهر 12 وبعد كده بنتكرم عليها في شهر 7 في السنه اللي بعدها، ولكن برضو في جوائز تعتبر كل ربع سنويه، يعني تعتبر اللي هو ايه مكافأة للنشر البحثي العلمي بتاعك يعني. طيب. فالمركز خلينا كده دكتور بقى نبدا في مجال الفيزياء التطبيقيه
ده مجال يعني لسه كنت بكلم حاجة في الفاصل، الفيزياء كلمة فيزياء نفسها يعني هي كلمة مرعبة بالنسبة للكل، يعني سواء في امتحانات الثانوية العامة أو حتى في الحياة عموما، إن حد يقرب من مجال الفيزياء ده موضوع صعب جدا بالأساس. يعني أكيد الفيزياء دكتور والفيزياء التطبيقية طبعا حاجة صعبة، أو التعامل عليها تعامل مش سهل، وإن أنت تقتحم هذا المجال والحقيقة تحصد فيه جوائز علمية وتحصد فيه جوائز أدبية وتقدر بهذا الشكل، ده أكيد نوع من التميز. بشكل عام كده دكتور، ما هي الفيزياء التطبيقية وممكن نضيف إيه قبل ما ندخل طبعا في تخصص حضرتك اللي هي البلورات، وده طبعا موضوع مهم جدا نفتحه دلوقتي. باختصار كده الفيزياء التطبيقية هي علوم الطبيعة اللي أقدر أطوعها ويكون ليها منتج في إيدي بعد كده أعيش بيها في الحياة الطبيعية بتاعتي. فمثلا يعتبر التخصص بتاعي اللي هو البلورات السائلة أو الليكويد كريستال، دي تعتبر من الفيزياء التطبيقية. ليه؟ لأن زي ما أنتم شايفين إحنا كل بيت عندنا في شاشة تلفزيون. هو عندنا يعني لو شايف الشاشة قد إيه، فإحنا أكتر ناس نحس ونقدر الموضوع ده. شاشات التلفزيون والموبايلات اللي في إيدينا كلها قايمة على البلورات السائلة. فأنت لو شفت الشاشة اسمها LCD صح؟ ليكويد كريستال يعني. ليكويد كريستال ديسبلايز أو شاشات البلورات السائلة. فهي مادة يعني التطبيقات بتاعتها منتشرة جدا والتقنيات بتاعتها كتيرة جدا وبتدخل في علوم كتير جدا وفي تطبيقات وصناعية كتيرة جدا، بس للأسف هي مش واخدة حظها في مصر أكتر حاجة، اللي أنا معرفتهاش إلا وأنا كنت يعني أنا في بداية العلم عندنا يعني وبداية مشواري، يعني أنا كنت بعمل تمهيدي ماجستير في جامعة القاهرة، وبعدين كان في ماده اسمها البلورات السائله وكان بيديها الاستاذ الدكتور محمد زكي عويس الله يمسيه بالخير. يعني الدكتور ادانا يعني ايه هي البلورات السائله، دي حاله من حالات الماده، يعني هي حاله ما بين الحاله الصلبه والحاله السائله، فبالتالي لا هي محصله بلوره ولا محصله مواد سائله، فهي بيسموها مع بعض ايه البلورات السائله. طيب الماده دي بعد كده ايه لما جت لي البعثه بتاعت البعثه خارجيه كامله من وزاره البحث العلمي والتعليم العالي، لقينا في مركز القومي للبحوث كان عنده نواه ان هو ايه يبدا التخصص ده عنده، فكان مطلع اثنين كيمستري اثنين كيمياء وواحد فيزياء في التخصص ده، فالحمد لله قدمنا عليها وربنا كرمنا وخدنا البعثه وخدت الماجستير والدكتوراه من جامعه مانشستر بانجلترا مع استاذه كبيره في البلورات السائله اللي هي الدكتوره هيلين جليسا. فبروفيسور هيلين تعلمنا على ايديها كتير، تخصص شفنا التخصص بقى على حق ناس اللي هم المتخصصين جدا، ورحنا مؤتمرات كتير والحمد لله. يعني بعد كده كانت الفرصه الثانيه العظيمه اللي انا خدتها بعد كده كانت مهمه علميه في امريكا في معهد البلورات السائله في كنت ستيت يونيفرسيتي في اوهايو، في ده هو المعمل الوحيد على مستوى العالم المتخصص في الليكويد كريستال والادفانسد ماتيريال. فتعلمت بقى الكيمستري والفيزيكال كيمستري والكيميكال فيزيكس بتاعت البلورات السائله، فبالتالي ده كان في 2015 بعد ما رجعت. فلما رجعت المركز كان حفيز طبعا، وقلنا بيئه العمل مهمه، فقرروا احنا نفتح معمل او نفتح التخصص ده بشكل رسمي في المركز القومي للبحوث. وبالفعل من 2016 2017 بدانا الرحله بتاعتنا، والحمد لله انا المشرف مع الاساتذه بتوعي برضو في الليكويد كريستال. فانا دلوقتي يعتبر انا الهيد اوف جروب بتاعه الليكويد كريستال في المركز القومي للبحوث. وبعد كده فرصة التمويل بقى، يعني المعمل ده عشان يشتغل لازم يكون فيه فلوس، فالتمويل كانت المشاريع الداخلية برضو كتشجيع من المركز القومي للبحوث، كل ثلاث سنين أو كل سنتين بيعملوا مشروع داخلي، والمشروع ده بيمول الأبحاث بتاعتك بجانب الأبحاث المقدمة من هيئة العلوم والتكنولوجيا اللي هو STDF من وزارة البحث العلمي من أكاديمية البحث العلمي. فبالتالي برضو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عاملين الهيئة ديت، الهيئة دي بتمول المشاريع بملايين، والحمد لله برضو خدنا في المعمل ثلاث مشاريع من الليكويد كريستال. ده كويس جدا يا دكتور، ده على المستوى العلمي. على المستوى التطبيق الصناعي ومهم جدا طبعا حضرتك يعني عارف، وان عشان تحصل على براءة اختراع لابد ان تكون قابلة للتطبيق الصناعي. يعني إذا لم تطبق الفكرة أو تكون مجرد فكرة لا تكون محمية إطلاقا بالنسبة للملكية الفكرية أو ليها كلها أي حماية على الإطلاق إذا لم تكون قابلة للتطبيق الصناعي بشكل أو بآخر. قابلية بقى إحنا كل يعني كبعدين على المجال، إحنا بالنسبة لنا الليكويد كريستال أو البلورات السائلة هي شاشة، ده آخر فكرنا على الموضوع. إن أنت لما بتدوس على الشاشة بإيدك كده بتعمل زي علامة وترجع تفك تاني، فده في حاجة ليكويد بتحصل
ده اخر يعني ده اخر حاجه بالنسبه لنا يعني نكون متقدمين فيها، ان انت تبقى عارف ان الشاشه أو هي عباره عن بلورات سائله. ايه المجالات الاخرى بقى اللي تخش فيها البلورات السائله كمان؟ انا عايز اقول لك المجالات بتاعتها في كل فرع من العلوم كتير جدا، مش في يعني مثلا مطبقه عندنا في مصر بقى دكتور؟ مطبقه وعندنا في البيت كمان يعني مثلا الادويه، يعني احد الابحاث اللي انا خدت عليها الجائزه ان هو ازاي كنا هنجيله موضوع السنين في الادويه في برضو المنظفات الموجوده عندنا في البيت، السيرفاكتنس الحاجات اللي كلها المنظفات الموجوده في البيت دي، المنظفات العاديه دي ليكويد كريستال دي فيها حالات البريل والحاجات اللي احنا بنستخدمها في البيت دي كلها دي ليكويد كريستال، يعني بتعمل حالات الليكويد كريستال. في حاجه برضو تانية يعني المايونيز اللي بتاكله ده في مستحلبات قايمه على ظاهره الليكويد كريستال. فالخلايا بتاعتنا جسمنا نفسها سبحان الله ربنا برضو خلقنا، واول ما اكتشفوا العلم ده اكتشفوه في الخلايا تمام. فالجدار الخلوي بتاع الخليه ده نوع من انواع الليكويد كريستال. الكوليسترول نفسنا اللي في الدم ده اللي مبهدلنا دوت ده نوع من انواع الليكويد كريستال. حتى في فرع كامل في البلورات السائله اسمها البلورات السائله الكوليستروليه، انها قايمه على الكوليسترول او مشتقات الكوليسترول. طب وصناعي في نفس الوقت لان بيخش بقى في الديتكشن وبتخش برضه في الحاجات دي كلها. ابار البترول لما بتيجي تجف وتنشف عشان يطلع البترول من جوه الصخور بيستخدموا المواد اللايتروبيه او مواد الليكويد كريستال ديت عشان يطلعوها من جوه، مواد مستحلبات يعني. في مواد تانية برضو بتخش في تطبيقات بتاعه احنا قلنا الادويه، وبتخش برضو في تطبيقات بتاعه البوليمرات والشيلدنج. انا عايز اقول لك التقنيات البلوره السائله البوليماريه اللي دخلت بقى في البومر في البلاستيك بقى اتعملت بيها الخوذه بتاعه التيار الاف 35، يعني الخوذه دي الملايين ملايين يعني فيها شاشه ليكويد كريستال ال سي دي وفي نفس الوقت مدعمه بالكيفلر. الكيفلر ده نوع من انواع البلورات السائله المتبلمره يعني، وبتخش بقى في الحاجات بتاعه الميليتري بقى اللي هي الايه الحاجات العسكريه، الحاجات العسكريه بتاعه الصناعات العسكريه اللي هو ايه الحاجات التدريع والكلام ده كله، والفيست اللي هو المضاد للرصاص دي بتخش عن طريق الياف متوحده في بتاع ده. سباقات الفورمولا 1 والعربيات السباق ديت معموله من فايبر كربون صح؟ من الفايبر كربون بس اقول لك حاجات خفيفه الوزن بالظبط لازم تكون في الحاله البلوريه السائله وهي بتتغزل كده وبيعملوا لك الالياف، لازم تكون حاجه اسمها ايه موحده الاتجاه. توحيد الاتجاه ده حاله من حالات البلوره يعني نقدر نقول هي عباره عن حاجه بتبقى سائله في الاول الا ان تتجمد بعض الشيء. عايز اجمدها بدخلها في البلاستيك، عايز اجمدها اخليها بشكل سائل بدخلها في الزيوت. طيب حضرتك ليك بحث بارز جدا في مجال الاسنان، ادمجت ما بين البلورات السائله مع المضادات الحيويه وصنعت كده حشوه ان هي ممكن تفيد في الناحيتين. مش انا اللي صنعت الحشوه يعني، احنا ست على البحث ما شاء الله. الحشوه موجوده بس اكيد في اضافه. اكيد في اضافه طالما اخذ معبرات اختراع لابد ان تتوفر فيها 7 شروط عشان تقدر تاخدها يعني. بالظبط كده. هي الفكره ان الماده ديت فيها دواء مضاد حيوي وبتستخدم في طب الاسنان يعني انسيتو يعني انها ايه وهي في مكانها بتعالج. ايوه يعني مش حشوه بس وخلاص. على حاجه بتحس بيها على طول. فالعلاج بتاعها عشان يطلع التاثير الدوائي بتاعها لازم تكون الماده دي في حاله من حالات البلوره السائله، وده احنا درسناها وعملناها تحت في المعمل عندنا والاختبارات مع الاستاذ الدكتور محمد لطفي حسن، ده كان الهيد اوف جروب بتاعه السليلوز. فهو السليلوز دي اللي هي البنيه الاساسيه بتاعه الخشب وبتاعه القطن وبتاعه والحاجات اللي هي ايه والورق والكلام ده كله. هم عملوا المادة في حالة النانو، البلورات السائلة النانو الصغيرة دي حجم نانو متري يعني أقل واحد على مليار من إيه من المتر. فالمواد ديت لما تبقى موجودة لوحدها كده بتعمل حالة بلورة من البلورات السائلة. فإحنا درسنا الحالة ديت وعرفنا أنهي طور من الأطوار أو أنهي حاجة أو أنهي حالة تقدر تطلع الدواء بشكل فعال. فده كان مختصر البحث يعني ان هو ايه الحمد لله لقينا ان هو في طلعت اطوار معينه في البلوره السائله، والاطوار دي طلعت الدواء بشكل فعال اكتر وفي اوساط حموضه اكتر وتتحمل اكتر وتعيش اكتر. ده مهم جدا. طيب دكتور عشان الوقت بيداهمنا طبعا يعني كان نفسي اقعد مع حضرتك اكتر من كده نستفيد من علم حضرتك الغزير، لكن يعني لازم اسال حضرتك سؤال، احنا واقفين فين
في موضوع البلورات السائله بما ان هو مجال واسع كده على مستوى العالم يعني ودخل في صناعات تقريبا بنتكلم في كل الصناعات سواء دوائيه غذائيه تقريبا في كل حاجه يعني دلوقتي دوائيه بنتكلم على احنا واقفين فين يا دكتور نطمح لايه الفتره اللي جايه هنوصل لايه في المجال ده يعني احنا واصلين لحد فين وطموحنا نوصل لحد فين الفتره اللي جايه تمام الليكويد كريسا احنا لسه في بداياته جدا عندنا هنا في مصر للاسف يعني طب مقارنه بالشكل العالمي احنا فين يا دكتور هو الفرق ما بينه وبين بره 40 سنه لان هم بداوا من سنه 89 او 87 والبدايه اول ساعه كانت معموله عن طريق الشاشات الليكويد كريسا والحاجات الصغيره دي هي الساعات الزمان بتاعه كاس والكلام ده كله بالظبط دي ليكويد كريسا على فكره بلورات سائله فبالتالي هي اتعملت سنه 75 فبالتالي انت شايف يعني وبدات تنزل في السوق سنه 40 من 89 بس هي دلوقتي احنا الفكره احنا بدانا الحمد لله واهم حاجه عايزين نكبر الموضوع المشكله دلوقتي انا اعتبر انا لسه الاول باحث في مصر متخصص جدا في الليكويد كريستال الناس كلها بتشتغل ليكويد كريستال بس مش عارف انها بتشتغل ليكويد كريستال يعني في ناس بتشتغل بالبلورات السائله كماده كيميائيه عاديه خالص ولكن هي كفي الاصل لا ليها حالات وليها ليها اداء واطوار وفطور معين تديك اللي انت عايزه وفطور ثاني مش هتديك حاجه خالص صح فبالتالي انك تفرق ما بين الحاجات دي احنا لسه في الاول وبنتمنى ان شاء الله ان يكون في نوسع المدرسه بتاعتنا طيب والمركز التخصص بقى دكتور ده عشان بس برضه نفيد المشاهدين واحنا اعتاب الثانويه العامه هتخلص خلاص والناس ان شاء الله اللي بتفكر او اللي سمعت حضرتك وتقتدي بيك باذن الله هل التخصص ده موجود في كليه العلوم هل التخصص موجود في كليه الصيدله في الاسنان هو موجود فين هو للاسف لسه مش موجود مش موجود دي حاجه تزعلنا قوي لسه مش موجود بس هو كان في جامعه القاهره انديفيدجوالز يعني ناس متخصصين بس ايه بشكل فردي بشكل فردي خالص مش بجروب زي عندنا في القاهره مفيش قسم متخصص حتى الان بس انا الحمد لله انا عندي طلبه انا عندي 3 واخدين دكتوراه في المركز كومبوس بليكويد كريستال واثنين ماجستير فبالتالي بدانا ايه احنا بنتكلم على الطلبه الاندر اللي هم الاندر جرادز للاسف لسه ما وصلناش التخصص ده اكيد طالما عندنا علماء زي حضرتك وزملائك اكيد ان شاء الله ان احنا دي المرحله الجايه ان شاء الله نطمح باذن الله يكون عندنا الفتره اللي جايه شباب يخشوا كليات العلوم ويكونوا متميزين بفضل طبعا الناس العلماء اللي زي حضرتك وزي الزملاء التانيين كل التوفيق يا دكتور ونسعد بلقاء حضرتك ونتشرف ان احنا عندنا علماء مصريين زي حضرتك وباذن الله احنا بنعول عليهم الحقيقة ان احنا نبني مصر ان شاء الله شرف لينا شكرا جزيلا يا دكتور احمد شرفتنا وسعداء بلقاء حضرتك والف مبروك مره ثاني دكتور احمد لبيب الباحث معهد البحوث الفيزيقيه والباقي الفائز لجائزه المركز القومي للبحوث في مجال الفيزياء التطبيقيه كل التوفيق يا دكتور شكرا استاذ بشكر حضراتكم فاصل قصير وزميلتي شيرو حمدي بعد الفاصل وحوار جديد من حواراتنا ابقوا معنا